بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بجميع ممثلي الأندية من السادة المدربون والسادة الأطر الإدارية، الأندية المنضوية تحت لواء العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في هذه الجلسة أو هذا اللقاء التواصلي لتهم الدرجة الأولى. وأعتقد لأول مرة غادي يتم إعطاء فرصة للأطر التقنية تكون عندها فكرة على مشروع البرمجة ديال السنة المقبلة إن شاء الله، بعفو الإكراهات اللي تتعيش لجنة البرمجة ومن خلالها العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، باش تكون البرمجة تليق بالجميع وترقى الأهداف اللي تنرسموها كلنا وتنشوفوها، وخصوصا تنقارنوا نفسنا دائما مع البطولات الأوروبية. هذه فرصة باش نتشاركوا أو نتقاسموا هاد المعاناة اللي تنعانيوها، تعرفوها بأنها أولا تنطلق من عندنا، ثانيا يكون لقاء تشاركي كلابوش بارتيسيباتيف ديال الجميع. يعني حنا محتاجين لأفكاركم، محتاجين لمقترحاتكم كقوة اقتراحية فاعلة، باش حنا نتقدموا ربما أكثر ونكونوا منفتحين متواضعين باش نحتويو جميع الأفكار. وهذا القاعة وهذا المدرج هو لهذا الغرض، باش يكون تبادل ديال الأفكار، والأرضية اللي غنقدمو كتبقى جوست اون بروبوزيسيون لأرضية للنقاش. النقطة الثانية وعندها أهمية قصوى كذلك هي لو بيلون بروفيزوار ديال لوغانيزم دو بروميير انستانس لو بي اي. كتعرفوا هذا معطى لي جديد، معطى لي تنحاولوا أننا نحسوا به الأندية نظرا لأهميته ونظرا اليوم لاكاف كتتغاد إلى أبعد الحدود بطبيعة الحال نزولا لا فيفا، باش يكون لو ريسبي في البطولات الاحترافية، لو ريسبي ديال المقتضيات كل هذه الدرجة الأولى الخاصة بالأورغانيزم دو بريمير انستانس. سي فري حنا في بداية الطريق، باقي ما عندناش تراكم في هذا الباب، حتى الإدارة ديالنا بشكل عام لا ديال الأندية ولا على مستوى العصبة هي في الطريق الأول. الحمد لله اليوم كاينة اللجنة ديال الأوروبية اللي كيترأسها السي بقالي اللي حاضر معنا مع الأطر اللي معاه والأعضاء اللي ما غادي يكون عندهم عرض في الباب، باش يكونوا راهن إشارة الجميع من أجل الاستفسارات ومن أجل كذلك توضيح لجميع النقاط، باش يمكن لنا أننا نتجاوزوا هذه المحطة، وخصوصا الأجلات ما كتسعفناش، أجلات اللي هي ضاغطة إلى أبعد الحدود. كذلك النقطة الرابعة هي واحد المشروع باش نقدموه أمامكم اللي هو ديال اللي ناقشناه البارح في المكتب المديري ديال العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، كيتعلق ببطولة موازية للبطولة الحالية ديال القسم الثاني الأول اللي غيشارك فيها القسم الثاني الأول والثاني، واللي طلقنا عليها الاسم ديال الكأس التمييز اللي غتلعب في إدارة فيفا وفي بيريود كروز، اللي غنكونو باش ما يكونش توقف وتبقى دائما وتكون فيها فرصة. لا بارتيكولاريتي ديالها هي بو بوفوار دوني لوكازيون او جون ماكسيموم دو جون، واحد خمسة ستة ديال اللاعبين دو موان دو 23 زون اللي يشاركوا في النوعية، اللي غيكون فيها كذلك جوائز مهمة جدا، فيها برايز موني تري انتيريسون، وغتكون مجموعة ديال المقترحات. ما غاديش نطول عليكم، جو سيد لا باغول ديريكتومون ايميدياتمون مسيو السكرتير جينيرال بور بروبوزي داك لو بروجي دو لا بروغراماسيون ديال لا سيزون بروشين. ابو لا باغول.